قالوا لكم أن الرحلة ستكون سهلة، قالوا لكم ستسافرون إلى مينسك وبعدها ستذهبوا إلى الحدود مع ليتوانيا ثم مباشرة إلى ألمانيا. لقد كذبوا عليكم. بعض الآلاف من إخواتكم عبروا الحدود الليتوانية بطريقة غير شرعية. عدد من وصلوا إلى ألمانيا صفر، ولن يصل أحد. سيتم إيقافكم، سيتم إعادتكم إلى مينسك. حرس الحدود في ليتوانيا لن يسمح لكم بمغادرة المخيم، وحتى لو غادرتم فلا تدروا ما عليكم فعله بعدها. قريباً سيحل الشتاء. هذه ليست منطقة على ساحل البحر المتوسط، إنما هي ليتوانيا وروسيا البيضاء. هنا الثلوج والعواصف الثلجية 20 درجة تحت الصفر. حتى أشد ليالي العراق برودة ستبدو أهون عليكم. على الحدود مع روسيا البيضاء ستؤخذ منكم أموالكم، سيكذب عليكم، سافرتم إلى المجهول وتقطعت بكم السبل. ماكو شيء طبعا، لقينا ابراج بوليسيه لنا طريقنا، بس ماكو شيء. حفيه بالبطل. لا تذهبوا في رحله بدون نهايه سعيده.